الحدث مع أحمد الفماطي. لازال الرئيس التركي رجب أردوغان مسعورا وهو يشم رائحة النفط خلف الخطوط الحمراء. تعزيزات ضخمة يحشدها لمرتزقته غرب سرت أغلبهم من الجنسية السورية، تليها التونسية ب2500 إرهابي، هكذا ذكر التقرير المرصدي السوري لحقوق الإنسان في آخر إحصاء. حشود ضخمة على الأرض تضاف لسبع قطع بحرية تركية وجيش جرار من الطائرات المسيرة، يضاف إلى تصريحات إعلان الحرب على لسان المسؤولين الأتراك وإلى اللغة التي يستخدمها أردوغان ضد الليبيين المليئة بأسلوب التهديد والاستعلاء. كلها معطيات تشي أن حربا طاحنة يعد لها جيش الاحتلال التركي لاستكمال مخططه لاحتلال أرض ليبيا ونفطها وتحويلها إلى المحافظة التركية رقم 82. دولة تمول عبرها نشاطات الإرهاب في مصر لإنقاذ خلاياها النائمة في سيناء، بل وتهدد المنطقة بأسرها وصولا إلى دول أفريقيا جنوب الصحراء. آخر التحركات المشبوهة، تميم أمير نظام الحمدين يستقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أكار. التوقيت يرسل رسالة هامة عن أهداف اللقاء. أردوغان صاحب البندقية المؤجرة قد يكون أبرق وزير دفاعه ليقبض ثمن جولة جديدة من المغامرات التركية. هذه المرة قد يكون الثمن المطلوب أكبر، فهو سيكون على قاعدة استفزاز المصريين وتهديدهم بفوضى تهدد أمنهم القومي وتعم كل الأرجاء. أما الهدف فهو السيطرة على كامل محيط مدينة سيرت ومن ثم تحرير المدينة. هذه المناطق هي مناطق بترولية، آبار البترول والنفط موجودة، لذلك هي هامة. وبعد تحرير هذه المناطق ستصبح العمليات المقبلة أسهل. وأن تتوقف التدخلات الخارجية والأعمال الأحادية من كل الذين يزعمون تحقيق مكاسب ووقع جديدة بفضل الحرب. وأنا قلت بوضوح كبير للرئيس أردوغان، أنا أعتبر اليوم أن تركيا تلعب في ليبيا لعبة خطيرة وتنتهك كل التزاماتها بموجب مؤتمر برلين. أنا قلق للغاية بشأن المسلحين الذين يتدفقون إلى ليبيا من محافظة إدلب السورية. هذا تهديد لنا جميعا، لأنه يمكنهم الانتقال إلى أي مكان انطلاقا من ليبيا فيما بعد. دعونا لا ننسى ذلك. أود التأكيد على أن خطورة الوضع الراهن الذي تشهده الساحة الليبية لا تمتد تداعياته الأمنية فقط في داخل ليبيا، بل إلى دول الجوار الليبي والإقليمي والدولي أيضا. ويهمني أيضا أن نحذر من إصرار أي طرف على الاستمرار في البحث عن حل عسكري للأزمة الليبية. أن الجيش الليبي عندما تحرك إلى العاصمة لم يتحرك لمقاتلة الليبيين أو للاستيلاء على السلطة، تحرك لمحاربة الإرهابيين الذين يسيطرون على العاصمة والذين اشتكى منهم حتى وزير حكومة الوفاق فتحي باشا آبا اشتكى من تصرفاتهم، وإن حكومة السراج لم تستطيع أن تعمل شيئا في هذا الشأن. وبالتالي الجيش الليبي هذه مهامه الدستورية والوطنية والأخلاقية، أن يطهر البلاد من هذه الجماعات والميليشيات المسلحة التي تخطف وتنهب وتبتز الليبيين. إن الجيش الوطني الليبي يعمل على استعادة سيادة الدولة وطرد المستعمرين الأتراك من بلادنا، العالمين باستعادة ما يزعمون أنه إرث أجدادهم العثمانيون الذين احتلوا دول حوض المتوسط. وهنا نسترشد بدور الشقيقة مصر في محاربتها للإرهاب. إنما إذا كان يعتقد البعض
أنه يستطيع أن يتجاوز الخط سرت الجفرة، ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر، خط بالنسبة لنا خط أحمر. بالتأكيد مصالحنا مرتبطة، أمن مصر وأمن الأردن واحد، ونحن نقف مع أشقائنا في مصر بتوجيه واضح من جلالة الملك حفظه الله في مواجهة كل التحديات. تحدثنا بالتأكيد حول الأوضاع في ليبيا، وكلنا قلقون من المآل الذي تسير نحوه الأمور. أقلمت الأزمة الليبية سيجعل من الأمور أكثر صعوبة وأكثر تعقيدا، وبالتالي نحن ندعم كل الجهود المستهدفة التوصل إلى حل سياسي يحفظ وحدة ليبيا. عندما دخلنا في هذه المحنة كانت جمهورية مصر رئيسا وحكومة إلى جانب قواتنا المسلحة، إلى جانب مجلس النواب، هي الداعمة وهي المتحدثة باسمنا حتى بالجهات الأجنبية. نحن من هذا المكان نوصل رسالة إلى الشعب المصري والرئيس المصري والجيش المصري، أي اعتداء على ليبيا اعتداء على مصر، وأي اعتداء على مصر اعتداء على ليبيا، ونحن جاهزون بأموالنا وبأولادنا، ونحن أمتى ما يتكلم ويصير معاش في حل سلمي نحن جاهزون، نأتي إلى سيدي البراني ونركب على السيارات العسكرية وندخل ليبيا لتحرير التراب الليبي. تحدث البعض مبررين تدخلهم بتهديد الأمن وهم يبعدون مئات بل آلاف الكيلومترات عن مواضعه، فإن مصر تدخلها لحماية ليبيا وأهلها تدخلا مشروعا لصد الاستعمار والمستعمرين. إن قبائل التبو المتمثلة في مجلس الأعلى لمشايخ وعيان قبائل التبو هو جزء من الشعب الليبي، وهو كيان اجتماعي يمثله سياسيا البرلمان الليبي برئاسة المستشار عقيلة صالح، وقيادة الجيش بقيادة المشير أركان حرب خليفة بن قاسم حفتر. أرحب بكم جميعا في بلدكم الثاني مصر، وأؤكد أن حضور القبائل الليبية إلى بلدهم مصر في هذا التوقيت يبعث رسالة للعالم مفادها وحدة مصير البلدين. احنا مش هندخل إلا بطلب منكم، وهنخرج بأمر منكم مش بطلب. إلى ضباطنا وجنودنا البواسل، إنكم تخوضون حربا مقدسة مفتوحة على كل جبهات، حربا شاملة ليس فيها إلا النصر، كما تعودنا في كل معاركنا ضد الإرهاب. سنقاتل ونقاتل ونقاتل حتى نرد المستعمر ذليلا مذموما مدحورا. كل تركي باغي وطأ أرضنا لاحتلالها، وكل مرتزق الرجيم أرسله معتوه تركيا ليعينه على البغي والعدوان، وكل عميل خائن باع الوطن للمستعمر وانحاز إلى صف العدو هو هدف مشروع لنيران قذائفكم، فلا تأخذكم بهم رحمة ولا شفقة، وشعبكم معكم والله ينصركم، وإن ينصركم الله فلا غالب لكم. الحدث، أهلا بكم مشاهدينا. أرحب بضيوفي في هذه الحلقة، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط الأستاذ أمجد طه. أرحب أيضا بالصحفية التونسية الأستاذ نزار جليدي، كما أرحب بالصحفي المصري الأستاذ ناصر حاتم. أرحب أيضا بدكتور عبد السلام أشقير الإعلامي التونسي والمحلل السياسي. أبدأ معك أستاذ أمجد، بداية أهلا بك. أهلا بك يا مرحبا بك أستاذ أمجد. اسمح لي أن أبدأ معك بسؤالك عن احتمالات وقوع الحرب من عدمها. برأيك هل يمكن أن يجازف أردوغان بالهجوم على السرت والجفرة؟ طبعا بداية يا مرحبا بكم جميعا، وبكل تأكيد لا أعتقد ذلك. أولا تحية لأهل ليبيا، ليبيا عمر المختار والفضيل أبو عمر ورمضان السويحلي وسليمان الباروني وعبد النبي بالخير وبشير السعداوي وسيف النصر عبد الجليل وسالم عبد النبي، تحية العروبة
لوطن العظماء. لا يستغرب الليبيين أن أبناء الخليج وكل العرب يعرفون هؤلاء العظماء، لأنهم لم يقدموا لليبيا فقط، بل قدموا للعروبة وتاريخ العرب. العظماء الوطن الليبي لم يكن لهم انتماء إلا لليبيا ولدينهم المعتدل، فلم ينتموا لحدث زمني كفبراير أو سرجي سراج أو أي كان، كانوا أفذاذا في الحق شداد. الأم الليبية دائما تنجب ما تنجب إلا الضراقم الأسود، بينما من خوالهم اللي خوالهم أتراك رأينا كيف باعوا مصراتها وغيرها من المناطق. هل يستطيع أردوغان المغامرة في الأمر؟ لن يفعلها أردوغان، وهذه الكلمات وعد ولن تنطق، يعني لا أنطقها بمجرد الكلام والحديث العاطفي. لا، أردوغان إن فعلها فسيندم وسينتهي بالتماما. يعني هذه رسالة كذلك على كل من قبل الانطلاق من الميليشيات والمرتزقة السوريين والأتراك المتواجدين غرب ليبيا، قبل الانطلاق باتجاه سرت، هذه رسالة لكم: صلوا صلاة الميت على أنفسكم. من سيدخل شبر واحد داخل سرت سيتم سحقه وسيهلك، بل ولن يدفن في ليبيا، بل كما فعلت الولايات المتحدة الأمريكية بأسامة بن لادن وأبو بكر البغدادي، ما في أماكن للدفن في ليبيا للمرتزقة، هذه الأرض طاهرة، الأماكنكم ستدفنون في البحر، ستخطفون بالبحر، ليس دفن، قذف بالبحر. على السوريين المرتزقة الانشقاق الآن وفورا والهروب قبل فوات الأوان، فوالله سرت والجفرة ستكون نار برد سلام على أهلها وحارقة مميتة للأعداء المحتلين الغزاة. قوات الحزم والعزم واليد العربية القوية الآن على الزياد. إن تحرك العدو وخالف القانون الدولي فسيتم دحره تحقيقا للعدالة الدولية، وسنجعل التركي صدقني يتكلم اللغة العربية وباللهجة المصرية، لن يستطيعوا دخل سرت. طيب، إذن هذه التعهدات التي تطلقها الآن على الهواء، أيضا وفقا لمعلومات متوفرة لديك أستاذ أمجد طه، تؤكد مرة أخرى على سخونة حرارة وقوة الخطوط الحمراء المصرية على محوري بسرت والجفرة. لكن هل فهمت منك أنه ربما أردوغان سيجازف عبر إرسال آلاف المرتزقة السوريين أو الميليشيات والمرتزقة الليبيين التابعين له للموت، للمحرقة عند الخطوط الحمراء المصرية؟ قد يقدم على هذا التوجه؟ ليس لديه إلا التوجه بهذا الاتجاه تماما. حتى الولايات المتحدة الأمريكية عندما اتصل أردوغان بترامب، كانت المعلومات تتحدث أن أردوغان طلب الوساطة، أن لا يتم على أقل تقدير أن يتقدم بضعة أكثر من 10 كيلو داخل سرت وسيتوقف، لكن رفض هذا الطلب ليبيا تحديدا ولن يسمح له الدخول. الحزم والعزم سيرد بشكل مباشر. الفرنسيين متواجدين، لنكون واضحين، الفرنسيين متواجدين، الطائرات الروسية وصلت، نعم بكل فخر واقتدار نقول هذا جيش الليبي العظيم يحق لها أن يتعاون مع كل الدول بالعالم، أما المرتزقة لا يحق لكم، أنتم مرتزقة عليكم أن تخرجوا من ليبيا، أما أن تتعاون الدول العربية، بل أقول مصر لن تتقف وحدها، والطائرات عربية ليست مصرية فقط، القوة العربية القادمة عربية وليست مصرية فقط. طيب، لن يسمح تماما للنظام التركي أن يتقدم شبر واحد في منطقة سرت. سرت ليست خط أحمر فقط، بل خط المعركة، الجبهة الأمامية، الخط الأول، بعدها معركة كبرى بين العربي والأتراك. اسمع الكلمات جيدا، بين العربي والأتراك، ليس بين الليبيين والأتراك، بل الأمة العربية كلها ستقف مع ليبيا، كل العرب اليوم معكم يا أهل ليبيا، لا تخافوا، لا خوف ولا وجل، طيارات وصلت والقوات جاهزة والمعركة قادمة ولن تصل لأي حي مدني. تم تأمين الأجواء الليبية بالكامل وتحييد المناطق في الصحراء، سيدفنون، لن يدخلوا شرق ليبيا تماما،
شرق ليبيا خط أحمر وبالدماء العربية سيرسم تماما. إن حاول الأتراك التقدم، إن فعلوها فستكون مغامرة، وهم يحاولون فعل ذلك، ولكن لن يأتوا بالضباط الأتراك، بل سيأتون بالمرتزقة من مصراتة وغيرها من المناطق، وهم يفعلون الآن ومحاولات الاستفزاز كي يرد الجيش عليهم، ويتوقعون عندما يتقدمون شبر أو كم أميال بسيطة لن يرد الجيش، بل الجيش حازم وعازم، ومعه القوة العربية بكل حزمها وعزمها العسكري والسياسي والدبلوماسي. مجلس، أما بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، والله هذه كلمة خذوها وعد علي، الولايات المتحدة الأمريكية هنالك أولا وزراء في ما تسمى بحكومة الوفاق على قائمة، سيوضعون على قائمة الإرهاب وقائمة العقوبات، وكذلك من القوات الميليشيات وقيادة الميليشيات الإرهابية غرب ليبيا من الليبيين، وكذلك المرتزقة السوريين سيوضعون خلال أسابيع بسيطة على قائمة الإرهاب. طيب، معلومات خطيرة يا أستاذ أمجد، معلومات خطيرة، ولا أريد فقط أن تذهب أو أن تمر مرور الكرام. سأعد المشاهدين بعد قليل بمناقشة هذه المعلومات بتفاصيل أكبر، خاصة هذه الجزئية التي تثيرها الآن عن الموقف الأمريكي، عن توقعات أيضا مبنية على معلومات أن هناك قائمة بالعقوبات ستفرض على وزراء وأعضاء في المجلس الرئاسي وقادة لميليشيات بتهمة دعم الإرهاب الأسابيع القادمة. لكن قبل ذلك، أنت تتوقع الآن أن هذه الخطوط الحمراء إذا ما اخترقتها القوات التركية عبر المرتزقة السوريين وغيرهم، تتوقع حربا طاحنة، حربا كبرى بين العرب والأتراك؟ صحيح. طيب، اسمح لي فقط أن أنتقل بهذا الحديث إلى الأستاذ الدكتور عبد السلام شقير، الإعلامي والمحلل السياسي التونسي. دكتور، أهلا بك، وأسألك بداية عن توقعاتك للمواجهة أو الحرب في سرت و الجفرة، هل تتوقع أن يجازف أو أن يغامر أردوغان بالهجوم على هذه الخطوط الحمراء المصرية؟ أهلا وسهلا، مساء الورد ومساء السمود لإخواننا في ليبيا. إذا بالنسبة، كنت أستمع لزميلي، أيضا يمكن أن أؤكد كون تركيا لن تقدم على مثل هذه المواجهة والمغامرة، خاصة بعد تبيان الموقف المصري الذي كان واضحا وجليا للعيان، يعني وكان الرد مزلزل من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكان موقفهم يعني لا غبار عليه. إن تقدمت تركيا والنظام التركي اليوم ستكون مقبرة الأتراك يعني في ليبيا، هذا بالتأكيد، يعني أعتقد شخصيا كونها لن تقدم على مثل هذه الفعل، إلا أنه بما أنه في التقرير ذكر كون العديد من التونسيين أو من ذوي الجنسية التونسية العائدين من سوريا، تركيا أدخلتهم إلى ليبيا للقتال، فأؤكد هذا الخبر. وكنا قد تحدثنا سابقا لوسائل إعلام محلية وأجنبية عن كيفية تسفير الشباب إلى بؤر التوتر التي تورط فيها وتورطت فيها حركة الإخوان المسلمين في كامل فروحها، سواء من مصر. طيب دكتور، يبدو أنه في مشكلة في الاتصال معك، سوف نحاول إعادة الاتصال بك مجددا. لا أعرف ما إذا كان الأستاذ نزار جليدي جاهز الاتصال. جاهز، نعم، الصحفي التونسي الذي يحدثني من العاصمة الفرنسية باريس. أستاذ نزار، أهلا بك. أهلا، مرحبا بك، أهلا بكم جميعا، ونحن نقاوم شر وساطر الإخوان في المنطقة. تتوقع مواجهة بين هذا التيار الإخواني المدعوم الآن بقوات عسكرية تركية على محور سرت الجفرة أم لا؟ في اعتقادي الآن دقت ساعة المعركة، المعركة ستكون في كل الحالات، لأن هذا الرجل المجنون الذي أقدم على هذه الخطوة بغطاء سراجي موقوت وقنبلة موقوتة في منطقة ليبيا، هذا الرجل أخطأ العنوان في الحقيقة أردوغان، ولكن الآن ليس له من مفر، لأن كل العالم، كل القوى الحية تتكتل عليه كمستعمر. أولا هذا الرجل يداه ملطخة بكل المسائل المعقدة في سوريا والعراق واليمن وفي كل الأماكن، أينما دخل
فقد عمل فساد، ومع هو الآن هو يناور يحاول آخر المناورات الابتزاز، لأنه في الحقيقة دخل إلى هناك في مفاوضات ابتزاز، ولكن المقبرة قادمة إلى أردوغان. حتى وإن لم يتحرك سنتيمتر واحد في ليبيا، حتى طرابلس الذي هو موجود فيها سيأتي يوم وستحرر طرابلس. حتى وإن لم يقدم على هذا الخط، خط النار بما يسمى خط المواجهة الحقيقي للسرب والجفرة، حتى وإن بقى يناور فهو قادم على عملية عسكرية، لأن الجميع الآن متفق سياسيا دوليا أوروبيا وعربيا أيضا، هذه المهمة ستوكل إلى العرب، وهي فرصة تاريخية بأن العرب سيثبتون بأنهم ليست شعوب ظلمية، وأن العرب ليست شعوب دم، وأن العرب ليست شعوب عنف. هذا الرجل أتى إلى أرض ليبيا الطاهرة، هو الآن يستبيح طرابلس ويستبيح أحواس طرابلس بالتعاون مع ميليشيات. للأسف الشديد الذئاب المنفردة التي أقدم بها هي من جنسيات تونسية وسورية، كل الألم أنها تونسية. أنا قد أعطي بعض الشرعية للسوريين لأنهم في وضعية حرجة ولأنهم مغرر بهم، ولكن التونسيون هناك عرف الجار، هذا اعتذار مني كصحفي بأن تتواجد ولو شخص واحد أو فرد واحد تونسي يحمل الجنسية، ونحن أجوار وبيننا سب وبيننا مد عرقي وتاريخي وعروبة ومعاملات، وأنا من مدينة جارة لليبيا. كل الأسف أن هناك الآن ذئاب وإرهابيين تونسيون هناك، ولكن التاريخ لن يرحم، ليبيا ستكون مقبرتهم الأخيرة، آخر أحلام الإخوان المسلمين ستنتهي. مرة أخرى يا أستاذ نزار، فقط الجزية التي أثرتها الآن، بالتأكيد هؤلاء الإرهابيين لا يمثلون سوريا ولا يمثلون تونس ولا ليبيا، هؤلاء الإرهابيين الآن هم مرتزقة لأردوغان لتمويل أو لدعم هذا المشروع الإخواني أو الداعم للإرهاب في المنطقة وليس في ليبيا فقط، يهددون ليبيا كما يهددون تونس. أيضا هناك استنفار اليوم على الحدود الليبية التونسية خوفا من تغول أو توغل هؤلاء ودخولهم إلى الحدود التونسية. هناك تصريحات أيضا بمحاولات سابقة تمكن الأمن والجيش التونسي من وقفها. مرة أخرى، تتوقع حرب، لكن ما هو شكلها؟ هل تتوقع أن يشارك أردوغان في هذه الحرب عبر قوات عسكرية تركية مباشرة أو فقط عبر هؤلاء المرتزقة الذين جلبهم من كل حدب وصوب؟ فقط سيستعمل هذه القادة الموقوتة من يسمى بالإرهابيين، لأن كل هدف أردوغان عندما أتى إلى ليبيا هو النفط والغاز الليبي، ولا وشعبية لا يستطيع الجيش التركي، لأنه هناك غليان شعبي داخل تركيا كبير جدا، قريبا سينفجر هذا الغليان. هناك كره شديد لسياسات أردوغان، هناك تحركات في الداخل التركي، هو كل ما يفعله في ليبيا هو عملية تصعيدية حتى ينجو من مقبرة داخلية، ولكن أتى على مقبرة بنفسه هناك. للأسف يعني للأسف الشديد أن الوقت متأخر لهذه المواجهة، آتية لا ريب، المواجهة ستأتي، لأنه سيستعمل هؤلاء سلطات، لأنه هو نفسه يريد أن يتخلص منهم، كان يخاف منهم عندما كانوا في سوريا أن يدخلوا إلى تركيا، أراد أن يكون كما يقال يريد المال، يريد الزبدة ويريد مال الزبدة كما يقال بالمثل الفرنسي. هو ذهب إلى ليبيا فقط لكي يتخلص من هؤلاء، وفي نفس الوقت يحقق منافع وبعض الملايين الدولارات للأسف التي يمضي عنها السراج هذا الذي لا يمثل ليبيا ولا يمثل الشعب الليبي ولا يمثل أي شرعية ولا مشروعية، ولا يمكن بأي شكل من الأشكال أن يقبل هذا الرجل في ليبيا. هذا الرجل يجب أن يحاسب ذات يوم. أردوغان سيحاسب على الأرض وسيحاسب سياسيا، وربما ليبيا رغم الألم ورغم الوجع ستعطي درس الإنسانية بانتهاء الإخوان الشياطين المسلمين، ما يسمى بالإخوان المسلمين، ربما حربيا وعسكريا سينتهون هناك، وسياسيا ونفسيا سينتهون قريبا أيضا في تونس، لأن رأس الأفعى الثانية هو على المحك في تونس. هذا الذي يخطط البتال ليلا، كل من يعطي تعليمات لأردوغان هو راشد الغنوشي، رأس الأفعى الذي يخطط، رأس الأفعى الذي له كره دفين للحياة راشد الغنوشي. أردوغان لن يقامر بالجيش التركي ولا يقامر بهؤلاء، ولكن هيهات ستكون هناك نهايته، لأنه لا يعرف أن الآن الجميع حسم أمره دوليا، ألمانيا وفرنسا في اتفاق تام وعلني للتدخل العسكري ضد أردوغان. الأخبار
تقول بأن إيطاليا نفسها بدأت في التراجع على موقفها. الموقف المصري واضح وواضح جدا بعد اجتماع مع القبائل، هي ورقة بيضاء للتدخل، وهذا لا يعتبر تدخل بل يعتبر دفاعا على أمن مصر ودفاعا على الليبيين، لأن الليبيين والمصريين والتونسيين والجزائريين أمة واحدة وعرق واحد ومصلحة واحدة. طيب، إذا ما اندلعت هذه الحرب التي تتوقع اندلاعها على محوري سرت والجفرة، ستكون بين من ومن تحديدا؟ بمعنى أن الطرف الآخر هم الأتراك والمرتزقة والإرهابيين، الطرف الذي سيدافع عن ليبيا إلى جانب الجيش الليبي، لا تتوقع أن تكون مصر منفردة؟ تتوقع أن يكون خلفها الدول العربية المناهضة للإرهاب؟ وأيضا وكأنك تتحدث عن مشاركة فرنسية وألمانية تتوقعها، هل يمكن أن نتوقع مشاركة فعلا عسكرية فرنسية ألمانية إلى جانب العرب والمصريين ضد تركيا في ليبيا؟ طبعا المشاركة الفرنسية هي 100% مضمونة، لأن منذ اليوم الأول، منذ مبادرة السيسي، منذ بداية الحديث عن هذا التحرك، فرنسا تحركت إلى جانب مصر، وفرنسا تحتاج إلى مصر. أكثر دولة تحتاج الآن إلى الدولة المصري هي فرنسا، لأن كل مصالح فرنسا في خط سرت والجفرة، كل مصالح فرنسا في أفريقيا الوسطى هي هناك. إذا ما تحركت مصر، لأن مصر تتحرك من منطقة أولا لها مقبولية لدى الشعب الليبي، ثانيا أن مصر لها مشروعية في الدفاع على أمنها، فرنسا ستكون الغطاء الجوي أولا، والغطاء المعلوماتي ثانيا، والغطاء اللوجستيكي ثالثا، ولكن الذي سيقود الحرب الحقية هم الدول العربية. هذه فرصة كما قلت لك، لأول مرة سيتوحد العرب لإنهاء الإخوان المسلمين، لإنهاء هذا السرطان في نعش الأمة منذ بداية القرن. فاعتقادي أن على الأرض سيكون الجيش المصري وسيكون مسنود عربيا، ولكن لوجستيكيا ومعلوماتيا وقانونيا ودول ودبلوماسيا سيكون مدعوم خاصة من فرنسا بالأخص، وألمانيا على التوالي، لأن ألمانيا طرحت مشروع مؤتمر برلين. ألمانيا الآن لا يمكن أن تخرج عن خط فرنسا، لأن هناك مصالح اقتصادية، هناك رؤية لإفريقيا، لا يريدون منافسين آخرين في إفريقيا. حتى الدور الأمريكي في اعتقادي قريبا سيتراجع عن دعم تركيا. بعد قليل سوف نتحدث بتفصيل أكبر وأعمق عن الموقف الأمريكي مما يجري الآن في ليبيا، لكن عاد الاتصال مع دكتور عبد السلام شقير مجددا. دكتور، بالعودة إليك، كنت تتحدث عن احتمالات وقوع الحرب من عدمها، ربما استبعدت وقوعها، لكن الكثير يتحدث أنه أردوغان لا يهتم بإلقاء الألاف من المرتزقة السوريين أو التونسيين أو الليبيين إلى المحرقة على حدود سرت والجفرة واختراق الحدود أو الخطوط الحمراء المصرية، خاصة أنه لا يضحي بأرواح جيشه أو أرواح تركية، لذلك يتوقع الكثيرين اندلاع الحرب بين الفينة والأخرى. فعلا هو الورقة الأخيرة لأردوغان هي إرسال هؤلاء الشباب إلى هذه المحرقة، وهؤلاء المقاتلين والمجاهدين إلى هذه المحرقة. لا أعتقد كونه سيكون هنالك تدخل عسكري واضح من طرف النظام التركي، فقط اللعبة الأخيرة هي الرمي بهؤلاء إلى المحرقة كما رموهم سابقا في المحرقة السورية. يعني تركيا ماذا تفعل؟ النظام التركي ماذا يفعل؟ النظام التركي ضحى بالآلاف المؤلفة من هؤلاء الشباب من مختلف البلدان العربية التي منها تونس وليبيا ومصر إلى آخره، أرسل بهم أو ساهم في إرسالهم بشكل مباشر إلى المحرقة السورية للجهاد بتعلة الجهاد في سوريا، يعني لتقتيل الجيش السوري ولتشتيت أواصر المجتمع السوري وإخواننا السوريين. بعد فشلهم في سوريا وفي منطقة سوريا هم يريدون بعثهم من جديد إلى ليبيا، وانطلقوا فعلا في بعث هؤلاء من سوريا إلى ليبيا. فقط أردت أن أذكر كما ذكر زميلي الصحفي التونسي منذ قليل، كونه نحن نعتذر معناها للشعب الليبي كونه هنالك 1500 إرهابي له الجنسية التونسية، وأؤكد لكل السادة المشاهدين سواء من ليبيا أم من كافة العالم العربي أن تونس ليس لها ذنب في هذا، إنما هو تنظيم الإخوان المسلمين، الجماعة الدولية للإخوان المسلمين، هي من أرسلت بهؤلاء إلى سوريا وأخرجتها من تونس عندما كانت تمسك بدواليب
الدولة التونسية وبالمؤسسات السيادية للدولة التونسية ساهمت في إخراجهم للقتال في سوريا، ومن ثم طبعا بدعم من الأتراك بدعم من أردوغان، ومن ثم الآن تريد إعادتهم للتقتيل في ليبيا لانتهاك سيادة ليبيا. طبعا كل هذا المخطط بات واضحا للعيان وبات مكشوفا كون حركة الإخوان المسلمين تلعب في ورقتها الأخيرة الآن في ليبيا، خاصة بعد الصفعة التي أكلتها في تونس، صفعة سياسية من الطراز الثقيل من طرف السيد رئيس الجمهورية ومؤسسة رئاسة الجمهورية التونسية. يعني طعن مجلس شورى حركة الإخوان المسلمين طعنة دستورية قاتلة، أظن أنهم لن يعودون بعدها. هذا بالنسبة لحركة الإخوان المسلمين. أما بالنسبة لتركيا الآن، لا أعتقد كما قلت أنها ستقدم على عملية عسكرية مباشرة، خاصة بعد إيضاح الموقف المصري، ولا أعتقد كون الجيش المصري العظيم يعني سيسكت عن انتهاك السيادة الليبية، يعني كما أكد الرئيس المصري السيد عبد الفتاح السيسي. فقط طبعا مصر فقط ستدافع عن الخطوط الحمراء التي أعلنها الرئيس السيسي دفاعا عن الأمن القومي العربي، أم تتوقع أيضا مشاركة عربية عسكرية لدعم الموقف المصري على الأرض؟ أتوقع مشاركة عربية عسكرية. طبعا الجزائر ستدخل في الخط، وأيضا العديد من الدول الشقيقة ستدخل في الخط، لأنه الآن الورقة باتت واضحة. شوف أخي الكريم، مصيرنا مشترك، مصير ليبيا تونس مصر، نحن نحمل نفس المصير ونحمل نفس العواقب. لقدر الله إن دخل الأتراك ولم يجدوا ولم يجد الجيش الليبي الدعم الكافي من الإخوان والجيران التونسيين والمصريين وغيره والأردنيين وكل الشعوب العربية، المصير مشترك. والتقدم العثماني لقدر الله وأستبعد هذا، طبعا سينهي ولن يبقي ولن يذر على ليبيا، وهذا مستبعد كما قلت جدا. يعني كما قلت لك، كل شيء الآن متعلق بمستقبل حركة الإخوان المسلمين، لأنه كما نعلم جميعا حكومة السراج الإرهابية هي حكومة إخوانية بالأساس، السراج إخواني. يعني الإخوان الآن باتوا كما قلت وكما أقول دائما يرقصون رقصة الديك المذبوح، الآن يأكلون الصفعة تلو الأخرى، خاصة كما قلت بعد الطعنة التي أكلوها في تونس. يعني في تونس اليوم لم يعد لهم وجود سياسي بكل معنى الكلمة، يعني لم يعد لهم وزن سياسي على الساحة السياسية التونسية. وكما تعلمون إخواني الليبيين، كون أردوغان لعب في البداية على ورقة الإخوان في تونس، يعني كان يريد من تونس أن تكون محطة عبور لدخول العتاد والأسلحة من تونس إلى ليبيا الشقيقة، وهذا ما لم يحدث ولن يحدث. في مقاومة سياسية مدنية تونسية كبيرة الآن لجماعة الإخوان المسلمين وللتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين وللأتراك، هذا الموقف نراه واضحا تعبر عن النخب التونسية، الإعلاميين التونسيين كأمثالك وغيرك، وأيضا نواب تونس الشرفاء، الكثير يتحدث أن جماعة الإخوان حركة النهضة الآن تواجه ربما أسوأ مراحلها في تونس، هي تترنح في طريقها إلى الزوال. سنخصص حلقات لمناقشة هذه الجزئية في الأيام القليلة القادمة بإذن الله دكتور، لكن اسمح لي مرة أخرى أن أعود للأستاذ أمجد طه الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني لدراسات وأبحاث الشرق الأوسط. أستاذ أمجد، هل تعتقد أن المشاركة العربية حسمت، بمعنى أن الدول المناهضة للإرهاب، الدول المقاطعة نظام الحمدين، حسمت موقفها من دعم مصر عسكرية في هذه المواجهة إذا ما أقدم الأتراك على اختراق الخطوط الحمراء، أم أنه لازال هناك تفاوض ربما، أم لازالت هناك محاولات مصرية لحشد حلفائها العرب والغربيين؟ كل القوة العربية والإنسانية تقف مع جمهورية مصر العربية رسميا وشعبيا وعسكريا وأمنيا، ونتحدث كذلك دبلوماسيا. جمهورية مصر العربية حصلت على الضوء الأخضر من كل هذه الجوانب وعلى كل المنابر والمنصات، والآن الأمر بيدها. من سيخترق الخط الأحمر سيحترق، هذا ما نتوقعه وسيحصل. أما بالنسبة للطرف الآخر، الطرف الآخر سيقضى عليه تماما، وليس لديه إما الآن الذهاب للانتحار على أسوار سرت أو الرجوع، وبالرجوع هو خسر كل شيء بهذا المعنى، لأن طيب. هو من أطلق نتوقع أطلق يا أستاذ أمجد، إذا ما انطلقت هذه المواجهة التي تتوقعها عبر إرسال الألاف من المرتزقة السوريين وأيضا الليبيين ومن جنسيات أخرى لاختراق الحدود
أو الخطوط الحمراء المصرية عند سرت والجفرة، تتوقع مواجهة عنيفة قوية وتتوقع خسارة هذا المحور المدعوم من تركيا وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين، لكن إلى أين يمكن أن تصل شظايا الحرب إذا ما اندلعت هذه المواجهة الكبرى بين العرب والأتراك؟ ستنتقل هذه المعركة تماماً من سرت إلى أقصى غربي ليبيا، سينتحر الأتراك تماماً، بل لن يتوقع الأتراك ومن يقف معهم الكيان التركي المحتل لغرب ليبيا والمرتزقة السوريين، لن يتوقعوا ولم يتوقعوا من سيقف من القوة الدولية، وهذه القوة اللي راح توقف مع الجيش الليبي بقيادة القائد خليفة حفتر. وأقولها يعني من رفضوا اليوم جماعة السراج وغيرهم، من رفضوا اليوم طاولة الحوار غدا سيبحثون عن طاولة غذاء، بل سيبحثون عن كرسي جنب الطاولة ولن يجدوا، لن يجدوا. رسالتنا إلى اليوم اللي جماعة اللي كما يقول أهل ليبيا اللي مقعمس في مصراته ويطلق الرصاص على إخوانه ومقطوعة عند الكهرباء ولا غذاء ولا دواء، تقول أن الإمارات العربية المتحدة تقف مع 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 أهل ليبيا. طيب انظر، إذا كنا كما تقول أن الإمارات تقف مع ليبيا، انظر إلى الإمارات، بنغازي فيها الأمن والأمان والاستقرار، بينما من يدعم المناطق الأتراك، المناطق اللي تدعمها تركيا كلها في حالة هلع وإرهاب وسرقة وحرامية فيها. الإمارات تقود العرب للمريخ بعد ساعات من الآن وتطلق مسمار الأمل، بينما أنت ليس لديك كهرباء، قاعد ميت حار وتقتل بأخوك وسرقة وحرامية وخايف حتى على بيتك. يعني لكنهم وعدوا بباخرة في مصراتة وغرب ليبيا تحديدا في طرابلس اليوم وترهونة وغريان المحتلة من قبل الكيان التركي، لا حتى لا يقدرون، مو قادرين يأمنون على نفسهم، خايفين، يخافون حتى من الجنود. ليش يخاف من بعضه؟ لأنه يتعامل مع عصابة، لأنه يتعامل مع مرتزقة. بينما انظر الى الجيش الليبي وابناء المقاومه الليبيه في شرق ليبيا وفي سرت والجفره والمناطق الاخرى، امورهم طيبه ويمرون بين الشعب. هذا الفرق بين الامان والامن والامان والاستقرار وبين الدمار والتجار الحروب والدماء. اليوم من انت اسال نفسك ايها الليبي، اليوم من يدعم هذا الطرف الاخر، طرف السراج؟ يا أخي السراج اليوم أنت تصور، يعني إيران اللي تدعم الإرهاب في المنطقة، اللي تدعم الإرهاب في اليمن ولبنان وتحتل الأحواز العربية وجزر الإمارات والعراق وغيرها من المناطق. إيران أعلنت يوم 22 من الشهر الماضي عبر الدهقان تحديدا وهو مستشار الرئيس الإيراني، قال أن طهران تدعم حكومة الوفاق الليبية بكل ما تملك. أيضا تأكيدا على حديثك يا أستاذ أمجد طه، حتى رأينا وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف في مؤتمر صحفي مشترك مع تشاويش أوغلو وزير الخارجية التركي، أعلن دعم تركيا لتحركاتها في ليبيا قبل أسابيع، وهو أيضا يذهب في ذات الإطار الذي تتحدث عن المحورين المتقاتلين أو المتواجهين الآن في ليبيا. طبعا هذا كأنه إبليس يقول لك أني أنا أدعمك، وإذا قال لك إبليس أنه يدعمك أعرف أنك على غلط وعلى خطأ. ليس هذا فقط، لما لا نتساءل لما إيران تدعم حكومة الوفاق؟ لأن إيران عدوة العرب، لأن إيران والحرس الثوري عصابة. إيران هي عبارة عن عصابة خاطفة للدولة، والعصابة فقط من تحترف بالعصابة الأخرى. لهذا نجد من يقف مع قوات السراج هم عصابات، ولهذا نجد أن إيران تدعمهم، ولهذا نجد عصابة الحمدين في قطر مجرد عصابة الحمدين خاطفة للنظام بشكل كامل. لهذا هي لا تستطيع أن تدعم دولة ومؤسسات وجيش وطني، بل تدعم مرتزقة، وهذا حال وديدا العصابات والمجرمين يدعمون بعضهما بعض. لهذا قوات السراج هي حالها حال قوات الحرس الثوري الإيراني الذي قتل من العرب 4 مليون وأكثر وهجر أبناء سوريا وغيره. عصابة، يعني النظام الإيراني يصدر الإرهاب تحت مسمى الثورة، كذلك يفعل جماعة السراج، يصدرون الإرهاب تحت المسمى الثورة.
النظام الإيراني يستخدم الإسلام السياسي، وكذلك جماعة السرات يستخدمون الإسلام السياسي. لا فرق بين إيران والإخوان وبين السراجة وخامنئي إلا بالجغرافيا، بل يتفقون كلهم جميعا في اضطهاد الإنسان العربي، كلهم جميعا. هذا اليوم اليوم لذلك أنت الآن أو صورت قبل قليل أن المعركة القادمة هي معركة بين الأمة العربية، بين العرب وبين أعدائها، سواء أتراك أو إيرانيين. أيضا هذه المواجهة في ليبيا تلخص هذا المعنى بكل تأكيد. ونتحدث كذلك، قلت وأقولها من جديد، أن حتى الولايات المتحدة الأمريكية لأسبابها الخاصة ودوافعها الخاصة تريد أن تنتفع لفترة بسيطة من هؤلاء، ثم ستسحب عليهم بشكل كامل، تسحب عليهم. طيب يعني طيب مرة أخرى، وستجد على الشاشات العالمية اسم ميليشيات عبد الحكيم بالحاج، واسم طارق درمان، واسم الميليشيات الإرهابية جماعة مهدي الحارثي السوري. كل هذه الميليشيات ستكون على قائمة الإرهاب والعقوبات الأمريكية، وبل سيتم تجميد بعض من الأرصدة لوزراء في ما يسمى بالحكومة الليبية، الحكومة جماعة السراج اللي هي لا حكومة. طيب ما الذي غير الموقف الأمريكي برأيك يا أستاذ أمجد طه، طالما أنك تحدث عن الموقف الأمريكي؟ قبل فترة كان يتحدث الكثير أنه في انحياز ربما في البيانات الأمريكية الصادرة عن السفارة الأمريكية في ليبيا للطرف المدعوم من تركيا، لكن الأمس يوم أمس تحديدا البنتاغون أعلن عن وصول 3000 مرتزق من إدلب ومن مناطق سورية قامت تركيا بنقلهم، هو الاعتراف الأول من واشنطن في هذا الإطار. الكثير يتحدث أنه هذا الموقف الأمريكي جاء متأخرا. أيضا الرقم المعلن أمريكيا هو رقم متخلف جدا عن الواقع، الأرقام الآن تفوق 17,000، لكن هل تعتقد أن الموقف الأمريكي ربما مستجد ويتجه الآن للتغيير؟ بكل تأكيد، ولأن الموقف الأمريكي مرتبط أولا بالانتخابات الداخلية، ثم بحلفائه، وحلفائه في المنطقة لا يقفون مع السراج والميليشيات الإرهابية، بل يقفون ضدها بشكل كامل. كذلك من تم تجنيسهم من قبل ميليشيات الوفاق يصل عددهم إلى أكثر من 1700 شخص، بينهم من السوريين، وبينهم بعض من جماعة الإخوان اليمن، وبينهم من الأفارقة تحديدا. هؤلاء حصلوا على الجنسية الليبية، تصور، من جماعة الوفاق لينافس الإنسان الليبي على وطنه. اليوم ليبيا بحاجة قائد كصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء البحرين. عندما عصفت العواصف بالعالم في زمن كورونا، وحد جهود حكومته وواصل وأوصل كذلك مملكة البحرين إلى بر الأمان، وأبعدها بكوادرها الصحية والاقتصادية من شروره. وحين تآمر إيران مع إدارة أوباما، كان خليفة بن سلمان مجد الوطن والذي وحد الشعب، ومع جلالة الملك ووعده ولي عهده الأمين وبهم وبالوطن وأبطالها أسقطوا الفرصة على المنامة، وجعلوا أوباما في خبر كان، واستمر في طريق التقدم والتطور البلاد. اليوم ليبيا بحاجة الوقوف مع جيشها وقيادتها وبرلمانها للوصول إلى بر الأمان، ولن يستطيع أحد، لا ترامب ولا أردوغان ولا غيرها، أن يقف أمام الوحدة الشعب الليبي. أبناء ليبيا اليوم هم من يسيطرون على النفط، قالوا للعالم لا، وتم وانتهى الأمر. كل العالم يخضع لابن ليبيا الذي قال لن أبيع النفط اليوم. أبناء العالم يقف للقوي، واليوم الجيش الليبي قوي، لهذا الإنسان العربي يقف معكم، وكل الأمة تقف معكم، وكل الإنسانية تقف معكم. قضيتكم واضحة يا أيها الليبيين، يعني اللي جاكم من برا لا، مو انتم اللي رحتوا له. يعني لو كان اي دليل ثاني، اي سبب ثاني، كنا نقدر نتحدث ونحلل، وكل واحد يكون الى رايه، وراينا قد يكون خطا او على صواب. ولكن اليوم محتل، كيان ارهابي محتل جاء بقوات ومرتزقه، وقلت في الايام القادمه ستخرج الاسماء، اسماء قيادات مطلوبه الولايات المتحده الامريكيه
كانوا بالقاعدة يديرون القاعدة في سوريا. الآن موجودين وين؟ موجودين في طرابلس حتى، وليس حتى انظر ماذا قلت، قلت في طرابلس حتى، ليس على 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 حدود السرطة والمناطق اللي فيها الاشتباكات أو قد تكون فيها اشتباكات، لا في طرابلس جلسوا هناك ومكثوا وحصلوا على الجنسية الليبية. الأمر كبير، الأمر كبير وخطير. المعلومات التي تسردها الآن نعم معلومات خطيرة جدا. هناك محاولة لاستغلال أو تجير الموقف الأمريكي لصالح المجموعات الإرهابية المدعومة من تركيا في ليبيا. أوساط حكومة الوفاق أو حكومة السراج دائما يتحدثون أن الموقف الأمريكي هو موقف مساند أو متفهم لهم. أنت الآن تبشرهم على الهواء مباشرة أنه في قيادات على أعلى مستويات من حكومة الوفاق ومن الميليشيات التابعة له ستوضع على قائمة العقوبات قريبا؟ بكل تأكيد، بل العبايات والحجاب سيعلى سعرها عندهم في مناطقهم تحديدا ولأسباب عسكرية. طيب، محاولات هروب لهؤلاء إذا تتوقعها في الأيام القادمة بعد التغيرات حتى في الموقف الأمريكي، وليس فقط التوقعات بتغير الموقع أو الموقف على الأرض حال محاولات اختراق الحدود أو الخطوط الحمراء. مرة أخرى أعود لأستقبل أو أجدد الترحيب بالأستاذ ناصر حاتم الصحفي المصري. أستاذ ناصر أهلا بك. أهلا بك، مساء الخير وتحياتي لجميع الضيوف الكرام. أهلا بك يا أستاذ ناصر. مجلس النواب المصري يناقش غدا طلب الرئيس السيسي بإرسال قوات عسكرية إلى ليبيا إذا اقتضت الحاجة. هل نحن أمام الحلقة ربما أو المحطة الأخيرة من التجهيزات المصرية لردع العدوان التركي لحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي؟ نعم، يعني خلينا نتكلم جزء موقف سياسي وجزء موقف عسكري. اليوم هو مجلس الأمن القومي المصري وهو هو أعلى هيئة عسكرية تضم وزير الدفاع، وزير الداخلية، مدير المخابرات العامة، المخابرات العسكرية، كل قيادات الجيش فضلا عن مدير المخابرات العامة اجتمعت، وكان الاجتماع ينصب في مجمله على الوضع الليبي. نعلم تماما أن القوات المسلحة المصرية على أهبة الاستعداد متى أعطي الأمر لها لكبح جماح هذه الميليشيات التي عانت مصر منها منذ أحداث يناير 2011 وشربت منها الأمرين. فهنا الجانب العسكري، الجانب السياسي طبعا النائب مصطفى بكري وهو أحد أبرز النواب المصريين، كنت على تواصل معه عدة مرات اليوم، هناك استعداد كامل من قبل مجلس النواب، معروف أنه حتى يحدث تفويض للقيادة العسكرية القيادة السياسية المصرية بتحرك الجيش المصري خارج حدوده يتطلب موافقة ثلثي المجلس. منذ قليل وكيل مجلس النواب المصري السيد الشريف قال أن قرارا كهذا لن يحظى فقط بثلثي المجلس، بل أستطيع القول أنه فيحظى بإجماع المجلس النواب المصري. هناك إجماع، الجميع يعلم الخطر الذي يهدد الشقيقة ليبيا، الجميع يعلم مدى خطورة هذا التنظيم الإرهابي المسمى بتنظيم الإخوان ويسيطر على الأوضاع في غرب ليبيا. اللواء محمود خليفة وهو أحد أبرز المحللين العسكريين والخبراء العسكريين حدد في مداخلات عديدة خطوط حمراء، أو حدد متى يتم التدخل الفعلي. يتم التدخل الفعلي في حال حدوث هجوم. نعلم تماما وتعلم المصريون تماما أن الجيش الليبي قادر على صد ورد أي عدوان محتمل، ولكن ماذا لا قدر الله وهو خيار مستبعد حدوث تقهقر لا قدر الله. في هذا الحالة مجرد إعطاء وضع الاستعداد للقطع الحربية التركية الموجودة في البحر المتوسط والتي عددها 14 قطعة سوف تتحرك القوات المسلحة المصرية لضربها كما قال الخبراء الذين تواصلنا معهم. إذن الشق السياسي الأمور مهيئة تماما لحصول تفويض للقيادة السياسية في مصر بإعطائها التفويض المناسب للتحرك عسكريا متى دعت الضرورة، والضرورة حددها الرئيس قبل ذلك أن الجفرة وترس خط أحمر، أن العدوان أو تحرك الميليشيات خارج المنطقة اللي هي الوشكة خط أحمر لن يستطيعوا. أنا يعني أعتقد أن ما يتم من تحركات هي تحركات
يعني ربما تكون مظهرية أو دعائية كما قال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي في الجيش الليبي. وأعتقد أنه سيفكر أردوغان عشرات بل مئات المرات قبل أن يقدم على مغامرة عسكرية يعلم تماما أنه خاسر فيها لا محالة. الجيش المصري الاحتياطي الاستراتيجي له يفوق 500,000 فضلا عن 480,000 تحت السلاح، قوات بحرية هائلة، لا قبل لتركيا بأي مواجهة، سواء مواجهة على الأرض في ليبيا أو مواجهة بحرية أو مواجهة جوية، وأردوغان يعلم ذلك تماما. إلا لو كان جنونه يستبد به فسوف تكون نهايته السياسية والعسكرية. طيب حسب معلوماتك، ما الذي سمعه قائد القيادة العسكرية الأمريكية الجنرال ماكنزي في زيارته الأخيرة للقاهرة؟ هو سربت معلومات يعني لم يتم التأكد من صحتها. أولا مصر لا تفاوض عن ليبيا، مصر هي داعم فقط لليبيا ولا تستطيع أن تعطي قرار هنا أو هناك. قيل أن هناك مساعة للتهدئة، ولكن مساعة التهدئة هذه لا يمكن أن تمس الثوابت الليبية في سيطرة الجيش الوطني، ليس على المناطق الموجود فيها فقط ولكن على كامل التراب الليبي. عودة لما قبل شهر رمضان، عودة لدخول غريان وأحياء طرابلس وحتى السيطرة على المدن الأخرى. مصر لا تفاوض نيابة عن ليبيا، ومصر أعطت رسائل واضحة من قبل أعلى هيئة من القيادة السياسية، وبالتالي فمجال إن يحدث أصر بعض الوسائل الإعلام أمس أن هناك مجال للتفاوض على الانسحاب من مناطق معينة وإشراف دولي، هذا الكلام مرفوض. مصر لن تقبل ما لا يقبله الشعب الليبي ممثلة في البرلمان الليبي وهو الهيئة الشرعية أو في القوات المسلحة الليبية وهي الهيئة المخولة بالتفاوض. يعني نحن نبدي استعداد عونة الشعب الليبي والجيش الليبي، ولسنا مخولين للحديث عنه. حتى الرئيس السيسي قال أننا سندخل ليبيا بأمر وسندخل بتكليف وسنخرج بأمر وتحت الراية الليبية. هناك فرق بين قيادة عسكرية وقيادة سياسية محترمة تفهم شعب عظيم زي الشعب الليبي. لا يمكن أن يقاد شعب قاوم المستعمر الإيطالي، ولكن أطماع أردوغان ورضا بعض القيادات، للأسف هم ليسوا قيادات، من السراج وأمثاله، أن يشكل خريطة وأن ينظر إلى خريطة وأن يتحدث إليهم بلهجة فوقية. مصر ليست هذا، وبالتالي مصر لن تقبل ما لا يقبله لا القوات المسلحة الليبية ولا الشعب الليبي العظيم ولا القبائل. بالتأكيد شتان بين الأمرين، بين الموقف المصري الذي يدافع عن الأمن القومي لبلاده وأيضا للأمن القومي العربي، أيضا خطاب الرئيس المصري الذي تحدث سندخل ليبيا بطلب منكم وسنخرج منها بأمر منكم. الكثير يتحدث عن مستوى الأدب البالغ في خطاب الرئيس المصري وفي خطاب مصر مقارنة بما يتلفظ به أردوغان من لغة فيها الكثير من العنجهية والفوقية والإهانة أيضا للليبيين وحتى الموالين له على فكرة، وليس فقط للشعب الليبي بصورة عامة. لكن الآن تتحدث أنه مصر جاهزة لردع أي ربما خروقات أو تجاوزات أو مغامرات تركية باتجاه الخطوط الحمراء؟ نعم، أنا لو قلت لك صديقي العزيز أنه الإجماع الشعبي المصري على دعم الشعب الليبي الشقيق ربما لم نراه إلا في الأزمات الكبرى مثل حرب أكتوبر. هناك شارع مهيئ تماما، الشارع يدعم القيادة بشكل غير مسبوق، لأنه أولا يعني في استطيع يعني انا من محافظه صعيد نصف اللي في محافظه المنيا، نصف القبائل العربيه اللي موجوده في محافظه المنيا على سبيل المثال هي نفس القبائل الفرجان والادرسه والحوز، نفس القبائل الموجوده في ليبيا. انت بتتكلم عن علاقات مصاهره وزواج وعلاقات ممتده لمئات السنين. فكما قال الرئيس السيسي سندخل بتكليف وسنخرج بامر وتحت الرايه الليبيه. إذا غير ربما العلاقات التاريخية المشتركة بين الشعبين وأواصر ربما الأخوة بين الشعبين الشقيقين، لكن أنت تؤكد مرة أخرى يا أستاذ ناصر أن الشارع أو الشعب المصري متفهم تماما لخطورة التواجد التركي، لخطورة المغامرات التركية في ليبيا، متفهم أن هذا الأمر يشكل تهديدا مباشرا لهم حتى داخل مصر. تخيل
صديقي مثلا أن يدعى للتطوع بين القبائل العربية الليبية في محافظات صعيد مصر. القبائل العربية تشكل 10 مليون من الشعب المصري، تخيل أن يدعى للتطوع، بالملايين سوف يخرجون. الشعب مهيئ تماما، وستنتهي مغامرات أردوغان بهزيمة ساحقة على الأراضي الليبية. إذا في إجماع اليوم على أن أي مغامرة تركية ستنتهي بهزيمة نكراء لهم أمام الليبيين والمصريين والعرب بصورة عامة. لكن اسمح لي فقط أن أنتقل مجددا إلى الأستاذ نزار جليدي. أستاذ نزار، هل أنت معي؟ نعم أنا معك. أريد أن أسألك على الموقف الأمريكي، كيف تقيم موقف الإدارة الأمريكية من تطورات الأحداث في ليبيا؟ كثير يتحدث ربما أنها كانت إلى حد كبير أكثر قربا من التيار المدعوم من تركيا، وكأن الإدارة الأمريكية ترى بعين واحدة، لكن البعض يتحدث أنه في تغير في الموقف، هل توافق على ذلك؟ في الحقيقة الجميع يجمع بأن الموقف الأمريكي هو موقف متذبذب جدا، ولكن دعني أقول لك بأن الموقف الأمريكي هو مثلث بثلاث أضلاع. الموقف الأول، أمريكا تريد أن تتخلص من تركيا في الموضوع السوري لأنها عولت على تركيا ولكن فشلت فشلا ذريعا هناك. فأمريكا تعرف جيدا بأن تركيا من الجواد خاسر، فعندما التفت أردوغان إلى تركيا فهو بمثابة إلى ليبيا فهو بمثابة الطعم الذي أعده الأمريكان، هو طعم أعده الأمريكان لتركيا. هذا أولا. ثانيا، أمريكا أرادت أن تستعمل تركيا كورقة استفزاز لفرنسا. جميعنا نعرف هذا التناحر والتنافس بين أوباما، بين الرئيس الأمريكي وماكرون. ثالثا، الأمريكان ليسوا بأغبياء، الأمريكان لا يعرفون إلا مصالحهم، مصالحهم في ليبيا مهددة. لا تنسى بأن لهم سفير قد مات هناك على يد الإخوان، ولكن على يد الجماعات الإرهابية. فما المصير الوحيد لإنهاء هؤلاء هو استعمال تركيا، لأن تركيا هي تشتغل لمن يدفع أكثر، هي بندقية مأجورة، هي بلد راعي لكل السفاهة. فالرئيس التركي هو الوحيد الذي يستطيع أن يلعب دور القذارة، فهم استعملوها. الأمريكان الآن يدخلون في معركة جديدة، معركة الانتخابات، مع كورونا فيروس ومع المشاكل الاقتصادية لأمريكا، عليهم أن يجدوا دائما كالعادة، كما عودوا في القبل على عديد الحلفاء وتخلوا عنهم في الدقيقة 90، هم هكذا الآن يفعلوا. لأنك عندما تقرأ البيانات والمواقف بين وزير الخارجية مثلا وبين السفير الأمريكي في ليبيا فهي متضاربة جدا، وهذا وليس تضارب في الحقيقة، بل هذه هي عمق الإدارة الأمريكية. الإدارة الأمريكية دائما ما يكون لها مخطط واحد، مخطط اثنين، مخطط ثلاثة. الأمريكان ليسوا بالأغبياء، ومرطوا أردوغان، ولن يجد أردوغان الأمريكان إلى جانبه في الموضوع الليبي، بل سترى الأمريكان كما كان يقول الزميل، ولا أريد أن أعدد نفسه الذي قال لي أنني أفكر بنفس التفكير، الأمريكان هم أول من سيصنفون أردوغان بالرجل المجنون. الآن لا ننسى أيضا أن أمريكا عضو في الناتو، وأردوغان يحرج جماعة الناتو إلى حد أنه استفز فرنسا وهي عضو في الناتو، وفرنسا طلبت رسميا من الأمريكان باتخاذ موقف حقيقي. والأمريكان طمأنوا الفرنسيين في عيد الوطني الفرنسي، في التهنئة كانت هناك جملة بأن الأمريكان في كل المسارات هم يدافعون على مصالح فرنسا ومصالح فرنسا في ليبيا. يعني بخلاصة الكلام، الأمريكان موقفهم متذبذب في الظاهر، ولكن في الباطن وأمر واضح هم يريدون رجل يشعلون به المنطقة، لأنهم دائما ما يشعلون ويجمعون المال في النهاية. هذا هم الأمريكان، كل من عول على الأمريكان لم ينجح، كل الذين تحالفوا مع الأمريكان لم ينجحوا. الآن أردوغان إذا كان يعتقد بأن الأمريكان سيرسلون يعني طائرات لحمايته فهذا من قبيل الأحلام، كما يحلم بليبيا. هذا في العموم الموقف الأمريكي حسب اعتقادي. اليوم اللهجة تغيرت لأن الانتخابات قادمة، اللهجة تغيرت لأن المواجهة تغيرت، لأن دخول مصر، والأمريكان يعرفون جيدا ما معنى مصر، يعرفون مصر السياسة، مصر السلاح، ولكن الأهم من ذلك مصر الشعب. الأمريكان هم الوحيدون الذين لهم قراءة نفسية وسوسيولوجية واجتماعية كبيرة جدا للشعب المصري، لأنهم يعرفون ماذا فعل هؤلاء في البريطانيين، يعرفون جيدا النسيج المجتمعي للمصريين. وكما أؤكد لك بأن قوة مصر وقوة الجيش المصري ليس بالسلاح والعتاد
والقرار السياسي فقط، بل القرار الشعبي المصري، القرار الشارع المصري من الداخل هو قرار موحد الآن. وكما عهدنا مصر، لأن مصر هي أهم دولة عربية في حقيقة الأمر، أهم دولة في المنطقة استراتيجية، فالقرار الشعبي المصري هو الذي حول بشكل أو بآخر القرار الأمريكي، لأنه يعرف فقط إن ذهب المصريين المواطنون العزل لحماية ليبيا فهم قادرون على احتواء كامل مدينة طرابلس. تخيل أن ترى فقط القبائل المصرية في طرابلس، فقط القبائل المصرية، لأن هذه مسألة عروبة ونخوة ومسألة استقلال ومسألة دحر مستعمر. التركي هو مستعمر مأجور في النهاية، هذا المستعمر المأجور الذي يستعمل أشخاص عرب، لا يستعمل الأتراك. هو فقط هذا الرجل أنتج دراما كبيرة تركية، ويريد أن يتخيل هذه الدراما، يريد أن يتخيل نفسه سيدا للدولة السنية. هذه مطامح أردوغان. هو لو كان أردوغان حقيقة رجل حرب ورجل ما الأقرب له، هل القدس أم ليبيا؟ لماذا لا يذهب لتحرير القدس؟ إن كان يملك جيش ويملك هذه الأفكار الذي يبث سمومها في طرابلس، الأقرب له جغرافيا القدس أم ليبيا؟ طبعا القدس. ولكن أردوغان رجل مأجور، أردوغان رجل الآن هو الورقة الضعيفة لدى الأمريكان. الأمريكان في اعتقادي هم من اقترحوا عليه الذهاب إلى هناك فقط ليورطوه، لأنهم كانوا يعرفون جيدا حتى تونس، هذه الدولة الصغيرة الجغرافية ولكن الكبيرة بقوتها السياسية. تونس حسمت أمرها في الأمر الليبي. منذ متى بدأ سقوط الإخوان في تونس؟ من يوم قدمت اللائحة التدخل الخارج، من هنا بدأ السقوط الحقيقي لراشد الغنوشي ملهم أردوغان، لأن داخل البيت الإخواني نفسه هناك معركة كبيرة بين راشد الغنوشي وبين أردوغان، لأن المعركة في ليبيا صحيح أن المعركة على الأرض تدار في ليبيا، ولكن المعركة السياسية للإخوان المسلمين والمعركة السياسية لهذا الفكر الظلامي تدار في تونس. فنتائج السياسة في تونس تؤثر مباشرة على الأرض في ليبيا، ونتائج الأرض في ليبيا تؤثر على السياسة في تونس. طبعا لا ننسى هنا بأن كل الدول المجاورة فقط تبون هذه الليلة في تصريح واضح، قال هناك كثيرة من الدول التي أضرت بليبيا، هو يقصد الموقف الأمريكي نفسه، تبون نفسه. ونعرف جيدا الآن العلاقات الأمريكية الجزائرية هي متطورة أكثر من العلاقات الفرنسية الجزائرية، ولكن عندما قال هذه الجملة بالذات هي يقصد بها الموقف الأمريكي. وفي آخر اتصال تم يوم أمس بين تبون والإدارة الأمريكية، أصر هذا الرجل بأن الحدود مع الجزائر ستكون مقبر الإخوان إذا ما اقتربوا منها. يعني أردوغان اليوم هو في شباك دول الجوار، وأيضا في شباك فرنسا، وفي شباك الحقية تحت نار الرصاص المصري. هذا الرصاص الذي سيكون هو عربون النجاح وعربون نهاية الإخوان المسلمين، لأن أكثر شعب عربي تضرر من الإخوان المسلمين هو الشعب المصري. الشعب المصري أكثر الشعوب العربية التي عايشت هذا السرطان ونجحت بشكل أو بآخر التخلص منه، ولكن اليوم اليد المصرية ستذهب إلى حد ليبيا، وبقرار ليبي شعبي وبأدب سياسي ودبلوماسي كبير. لأن أهم جملة في اعتقادي قيلت منذ البدء: لن أدخل السرب خط أحمر، ولكن القرار يأتي من القبائل الليبية. والبارحة عندما قال لن نخرج من هناك إلا بأمر من الليبيين، هذا يعني دليل أن الجسر الشعبي يتجاوز خوف، حتى لو فرضنا جدلا أن هناك خوف سياسي من مواقف الأمريكي، لأن جميع الدول تقريبا لها تعامل مع أمريكا، ولكن شعبيا في اعتقادي مصر الآن نجحت في تجيش الشارع المصري، مصر نجحت في تجيش الشارع العربي على أن أردوغان هو مستعمر. وهذه أهم نقطة، لأن أكبر دافع للجنود وأكبر دافع للسياسة هو هذه الملحمة الشعبية. الملحمة الشعبية من 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 شمال وجنوب الدول العربية الآن، من شرقها وغربها، هي ضد هذا الفكر الظلامي، ضد مهما تكون مواقف الغرب. فاليوم لدينا نستطيع أن نتكلم عن نتاج عربي يقارع الإخوان المسلمين في المنطقة. طيب، مرة أخرى أعود إليك دكتور عبد السلام شقير.
كيف تقيم الموقف الأمريكي؟ هل تتفق مع تقييم الأستاذ نزار جليدي الذي يعتقد أنه كان في البداية في ضوء أخضر أمريكي لأردوغان، الغرض من ورائه هو توريطه في المستنقع الليبي؟ تشترك معه في هذه الرؤية أم لا؟ طبعا هو أردوغان أو أمريكا تعلم جيدا أن أردوغان وتركيا ورقة خاسرة بالنسبة للقتال في ليبيا، خاصة بعد خسارتها التي بانت للجميع في سوريا. يعني هي خسرت الحرب فعلا في سوريا مع صمود الجيش السوري العظيم والشعب السوري المقاوم العظيم إلى اليوم. يعني هي سوريا أفشلت جميع المخططات التي حيكت ضدها من مختلف الجنسيات ومن مختلف القوى العظمى. يعني أمريكا لن تراهن من جديد على تركيا، بل رمت بأردوغان في المحرقة الليبية وهي تعلم جيدا، أعتقد أنه أمريكا تعلم جيدا أن أردوغان خاسر يعني بالمسبق، يعني مسبقا هو خاسر لهذه المعركة الليبية، وليبيا ستكون كما قلت مقبرة الأتراك ومقبرة المستعمر العثماني، خاصة بعد طمأنة الجانب المصري والموقف المشرف للجانب المصري. هنالك رقي أخي الكريم حتى في مستوى الخطاب للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما قال كما ذكرتم لن أدخل ليبيا إلا بأمر ولن أخرج منها إلا بأمر. يعني الهدف واضح، والهدف ليس التدخل العسكري من أجل مصلحة ما أو من أجل التدخل العسكري في حد ذاته، إنما من أجل حماية الأمن القومي الليبي والمصري والأمن القومي للمنطقة ككل. دكتور يعني دكتور تتفق أيضا مع حديث الأستاذ نزار جليدي الذي يتوقع أنه هذه المعركة المتوقعة الآن عند محور سرت والجفرة ستكون المعركة الفاصلة التي ستقضي على بقايا جماعة الإخوان المسلمين ليس في ليبيا بل في المنطقة، ليس الأتراك فقط؟ هذا مؤكد. يعني مصر أكبر دولة قاست وعانت الأمرين من هذه الحركة الإرهابية، وأكثر دولة أفسدت، والجيش المصري العظيم أفسد المخطط الإخواني القذر، المخطط الإخواني الذي وضعته أمريكا وراهنت عليه منذ 2011 هبوب ما يسمى برياح الربيع العربي، هذا الربيع الخراب والدمار، الربيع المشؤوم، ونحن نجني ثمار هذا الربيع اليوم. إذن مصر وضعت حدا ووضعت نهاية أليمة لهذا المخطط بانتصار الجيش المصري العظيم لإرادة 30 مليون مصري خرج إلى الشارع يندد بحكم الإخوان ويريد نهاية حكم الإخوان. إذن مصر تعلم جيدا الخفايا والنوايا القذرة لهذه الجماعة الخطيرة ولهذه الجماعة الإرهابية. يعني عندما تؤكد مصر دخولها في هذه الحرب أو تعلن يعني أنها في حالة تأهب ويقظة وانتظار من الجانب الليبي لتدخل بثقلها في هذه الحرب، أكيد سيكون الانتصار حليفها. وكما قلت في البداية هنالك شعوب عربية أخرى أيضا ستدخل في الخط وستدعم الجيش المصري والجيش الليبي طبعا، وستدعم هذا المحور الذي يريد الخير لإخواننا في ليبيا وللمنطقة ككل. مرة أخرى بالعودة إلى الأستاذ أمجد طه. أستاذ أمجد، قبل قليل كنا نتحدث عن الموقف الأمريكي الذي تعتقد أنه يتجه الآن إلى تغير كبير في مواقفه مما يجري في ليبيا، لكن كيف ستتوقع موقف الدولي بصورة عامة وليس فقط الأمريكي بعد اندلاع هذه المواجهة بين العرب والأتراك؟ الموقف الدولي سيقف مع فرنسا وكذلك روسيا وكذلك جماعة الدول العربية ما عدا عصابة نظام قطر. الموقف الدولي واضح من الآن، سيقف مع الجيش الليبي ولمكافحة الإرهاب، ووقف سابقا ولا ننسى عندما اتصل ترامب بقائد الجيش الليبي اللواء خليفة حفتر الرئيس خليفة حفتر، وعندها أكد دعمه لليبيا لمكافحة الإرهاب. العالم سيقف بكل تأكيد ضد المحتل مهما كان، يعني هذا محتل ولديه مرتزقة، والمرتزقة الآن أصبحت يعني هنالك تقرير رسمي وإن اختلفنا بالعدد، لكن هنالك عدد واضح يقول إن هنالك أكثر كما تقول أمريكا. نحن نعرف أن العدد وصل إلى أكثر من 23 ألف مرتزق الآن موجودين في غرب ليبيا، لكن حسب الأرقام الأمريكية 4000. 4000 هذا جاءت بهم تركيا كما تقول البنتاغون وزارة الدفاع الأمريكية إلى ليبيا مرتزقة. حاول يحق لأصغر طفل في ليبيا إلى أكبر قيادات ليبيا وقبائلها وجيشها العظيم محاربتي ومكافحة هؤلاء
وممنوع تماما دفنهم في أرض ليبيا الطاهرة، لأنه طاهرة تعرف خلاص في البحر كما حصل لأبو بكر البغدادي وأسامة بن لادن. طبعا لا شك هنالك فرق أصلا بين جماعة السراجة الذين لأردغان يرضخون، وبين من يصنع. انظر من يصنع الآن وأنا أتحدث معك بعد دقائق من الآن، من يصنع التاريخ والتواريخ تحديدا، ومن الذي يطلق صواريخ للمريخ الآن، مسمار الأمل من هنا. الفرق بين الإمارات على أقل تقدير اللي يقولون أنها تدعم ليبيا ويشرف كل إنسان عربي، كل إنسان عربي يتشرف أنه نتمنى أن نستطيع أن ندعم ليبيا ونحارب معها ونكافح. وصدقني إذا يوما ما دخلت تركيا الخط الأحمر وعدتها ستجد كل إنسان عربي جندي ليبي تحديدا ويدافع عن ليبيا. هنالك فرق يعني، ولا طبعا لا تستبعد تماما يعني من غدا بعد أن يصل اطلاق مسبار، بعد اطلاق مسبار الامل للمريخ، تاكد تماما اعلام قطر والسراج وتركيا سيقولون كوكب المريخ المدعوم اماراتيا. لا تستغرب تماما هذا نوع تفكيرهم تماما يعني. وعادي يجون ببيانات انه وكاله المريخ ترفض التدخل، ويعني عادي جدا. ولكن لله الحمد يعني إلى يومنا هذا في استنزاف للأتراك، هنالك أكثر نتحدث من 23 ألف يتواجدون يحتاجون بالشكل باليوم الواحد أكثر من 10,000 دولار. وهنا الحديث ليس عن الراتب فقط، بل نتحدث عن أسلحتهم، ملابسهم، أكلهم، شربهم، وكل هذا يحتاجون، والأماكن اللي يمكثون فيها، وكل الأنواع الأسلحة. على أقل تقدير على هذول 23 ألف بشكل يومي 10,000 دولار للشخص الواحد، إضافة إلى كل الطائرات التي خسروها وهي طائرات بدون طيار الدرون. التي آر تي تكلفتها أكثر من 6 مليون دولار، وإضافة إلى 100,000 دولار لنقلها من تركيا إلى ليبيا. تصور 6 مليون و 100,000 دولار بدقائق بقوة الجيش الليبي يسقطونها، لا يسقطها برصاص بسيط جدا، وذاك خسر أكثر من الملايين ليأتي لهذه المنطقة. كان يعتقد أنه صح أخسر درون 6 مليون لكن سأسيطر على أماكن النفط في ليبيا، ويخسي ويعقب ولن يستطيع، لأن هذه ليبيا، هذه ليبيا عمر المختار، هذه ليبيا الأبطال، هذه ليبيا أن أصغر طفلها بطل، هذه ليبيا اللي أصغر طفل يعرف يستخدم السلاح. مين أنتم جماعة أردوغان وسوريا تعتقدون أن ليبيا زي سوريا؟ لا لا لا، هذا الشعب الليبي الدي ان اي ماله يختلف تماما عن باقي الشعوب تماما. اسأل كل محتل جاء لليبيا رجع بتابوت أحمر، وركز لي على لون الأحمر، سرت خط أحمر، ومن جرب وتحدى مصر سيرجع بتابوت أحمر بلون العلم التركي تحديدا. طيب مرة أخرى أريد أن أسألك عن الموقف الدولي وتحديدا الفرنسي. باريس كان لها موقف متقدم جدا دبلوماسيا لمحاصرة أطماع ومغامرات أردوغان في ليبيا، لكن هل تتوقع أن يتطور الموقف الفرنسي حال اندلاع المواجهة لمشاركة عسكرية ودعم المحور العربي في ليبيا؟ بكل تأكيد هنالك تنسيق أصلاً الآن بين فرنسا وكذلك اليونان وقبرص وكذلك جمهورية مصر العربية لتكون الطائرات الفرنسية متاحة، وكذلك البحرية القوات البحرية العسكرية الفرنسية متاحة لمكافحة أي إرهاب أو أي قوة تخترق القانون تحديدا الدولي في ليبيا والبحر المتوسط تحديدا. الفرنسيون سيشاركون، ولكن لن تكون مشاركتهم بسيطة جدا بل ستكون قوية جدا، وستعيق، وهي الآن تعمل على ذلك، تعيق أي موقف من الناتو يدعم أردوغان،
إذا أردوغان كان يعول على الناتو ولن يحصل على ذلك بسبب قوة التدخل الفرنسي في هذا الأمر تحديدا، إضافة إلى الآن هي تعمل مع المملكة المتحدة بريطانيا تحديدا لندن، ليتغير الموقف تماما في لندن، تصطف لندن كذلك مع فرنسا، ورأينا كيف حتى لهجة الألمان بدأت تتغير بشكل كامل. ولأن الأمر بسيط جدا، يعني من يسيطر على ليبيا بكل هذا الميليشيات الإرهابية، من يعني حتى وإن سيطرت هذه الميليشيات لا سمح الله على، هي الآن مسيطرة على غرب ليبيا، قد تقوم بإرسال الأسلحة إلى جنوب أوروبا بشكل كامل، نتكلم عن القبرص، نتكلم عن اليونان، نتكلم عن إيطاليا، وهذا يعني ليست تجارة أسلحة، تجارة مخدرات، تجارة أسلحة، تجارة بالبشر. رأينا يعني هؤلاء سبق، وهذه أفعالهم أثبت، يعني تم إثبات هذه الأفعال في سوريا، ورأينا كيف دمروا سوريا. يعني اللي موجود الحين مقعمز في 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 مصراته وغيرها، نرجو من عندك يعني أخذ شوية، يعني أخذ افتح التلفزيون وشوف اللي صار لسوريا، ترى هذا السيناريو نفسه يبون يطبقونه على عليكم في غرب ليبيا. في غرب ليبيا، أيوة ممتاز. تعرف أنت يا ابن غرب ليبيا أنه بداية الجيش، ما يسمى بالجيش الحر السوري وميليشيات هاي المرتزقة، هؤلاء نفسهم كانوا على أسوار دمشق، على أسوار دمشق، لكن أين هم الآن؟ تم دحرهم بالكامل، اللي يتواجدوا الآن على حدود تركيا ويحتلون المناطق لأجل تركيا، مجرد مرتزقة لأجل تركيا، ودمرت سوريا بالكامل. أنت اللي جالس في غرب ليبيا تبي هذا يصير في بلدك؟ لأجل من؟ يا أخي إن شاء الله يحكمنا، مين يحكمنا؟ بس يكون عربي ومن أهلك، من وطنك، من بلادك، عربي منك وفيك، بس يجي لك تركي يكفي. أنا استغرب بعض اللي كانوا رافعين صورة رافع علم تركيا في وسط طرابلس. هذه طرابلس اللي لا رفضت ترفع علم إيطاليا، ورفضت ترفع أي علم غير العلم الليبي والرايات العربية، الراية الليبية، وأنت الليبي ترفع رأسك، أنت صاحب تاريخ عظيم، عظماء، أنت ما تحتاج ترفع علم. اللي موجود في تركيا يفخر أنه يرفع علمك، يفتخر أنه يرفع علمك. أنت التاريخ، أنت الحضارة، أنت الإنسانية، أنت مثل، أنت عندما قامت ثورتك مثل دائما في العصر القديم والعصر الجديد. أنت ترفع رأسك، أنت ليبي، والإنسان العربي من واجبه الوقوف معكم، وسنقف معكم، وهذه معركة العرب ضد الأتراك لدحر المحتل التركي من المغرب العربي وتحديدا غرب ليبيا. أشكرك جزيل الشكر على هذه الرسائل المليئة بالحب التي ترسلها للليبيين، ولك مثلها وأكثر أيضا يا أستاذ أمجد طه. لكن مرة أخرى ونحن نتحدث عن هذه المواجهة المتوقعة، الطرف الآخر يبدو أنه يستعد أيضا لهذه المواجهة. كان في زيارة لوزير الدفاع التركي للدوحة، وقابل أيضا الأمير تميم. في أي إطار يمكن أن تضع هذه التحركات؟ هو لم يقابل الأمير تميم، قابل الخزانة المسؤول عن الصرافة في قطر، الصرافة التركية في قطر تحديدا. هذا اللي صار، يعني الآن ليس أمير بمعنى الكلمة وهيبة الأمير، يأتي أصغر موظف في تركيا يستقبله تميم ليفتح له الصرافة ويعطيه بعض من الأموال للدعم أكثر لهذه الميليشيات. قلت لك عندما يحتاج للجندي الواحد أكثر من 10,000 باليوم، ويحتاج هذه الأسلحة وكل هذه تحتاج أموال، وتركيا ليس لديها هذه الأموال تماما، وتركيا تعاني اقتصاديا، لأن نتحدث عن أكثر من 6 مليون اليوم في تركيا يعانون من الفقر تحديدا حسب إحصائياتهم الرسمية. نتحدث عن المناطق اللي تركيا لا تستطيع أن تسيطر على بعض المناطق داخل إسطنبول وأنقرة، عندهم إلى يومنا هذا الأمن لا يدخل هذه المناطق، فيها المخدرات، فيها العصابات. تركيا الرسمية حسب وزارة الداخلية التركية تقول أن هنالك أكثر من 23 ألف شخص يعمل في مافيا في أكثر من 150 مافيا داخل
تركيا أتصور عندك أكثر من 150 يعني 150 ميليشيا فيها 23,000 صح، ليس بالطريقة اللي موجودة والتسليح اللي موجود في ليبيا وغيرها من المناطق في الشرق، لكن موجودة ولا تستطيع السيطرة عليها. هذه تركيا. طيب إذن لهذا لن تجد إلا الدعم يأتي أو فتح الصرافة القطرية لنظام أردوغان كي يقوم بدعم هذه الميليشيات، قلت ليتقدموا لبعض الأميال ليتفاوضوا، ولكن رفض هذا الطلب تماما. وقيل كذلك الولايات المتحدة الأمريكية طرحت السيناريو أنه دعوا القوات الليبية تبقى في أماكنها، القوات الجيش الليبي وكذلك جماعة المرتزقة والميليشيات تقف في أماكنها كذلك في غرب ليبيا، وأن تأتي قوات أمريكية والولايات وقوات من الأمم المتحدة تسيطر على منشآت النفطية في ليبيا. ورفض هذا الطلب من؟ رفض من القيادة الليبية تحديدا في بنغازي، بينما قبل بالترحيب من قبل غربي ليبيا. لماذا؟ لأنهم يا جماعة هذول مجرد غزاة أو لا مجرد مرتزقة حرامية، والحرامي إيش ما تعطيه يقبل عادي أي شيء، بينما الليبي الأصيل رفض وسيرفض حتى لو يجوع يموت جوع، هذه أرضه ولن يتفاوض عليها. والعالم اليوم لستم وحدكم، مو بس العرب والعواطف العرب، لا، الإنسانية تقف معكم لأنكم على حق، لأنكم تم احتلال أرضكم. القوة الاقتصادية في العالم تقف مع من يسيطر على الاقتصاد والنفط، وأنتم هذا الجيش الليبي تحديدا والقبائل الليبية تسيطر على النفط اليوم. العالم الأوروبي وأمنيا يحافظ على أمنه ولا يريد الميليشيات أن تسيطر، وأنتم قوة منظمة تستطيع أن تسيطر على الأمن والاقتصاد بشكل كامل، ولن تذهب بتصدير الإرهاب كما يفعل جماعة غرب ليبيا. العالم كله سيقف. المسألة مسألة وقت، والنهاية محسومة تماما للجيش الليبي مع بعض التضحيات، والتضحيات لأجل وطن مثل ليبيا يستحق ويستاهل. طيب مرة أخرى أعود إلى الأستاذ ناصر حاتم الصحفي المصري. أستاذ ناصر هل أنت معي؟ أنا معك حضرتك، تفضل. آسف للإطالة، لكن أريد أن أسألك عن المواقف الدولية في حال اندلعت المواجهة الحاسمة بين مصر والليبيين ضد الأتراك ومرتزقتهم عند محور سرت والجفرة، كيف تتوقع الاتجاه العام الدولي حال اندلاع هذه المواجهة؟ يعني بشكل عام دعني أولا أتحدث عن الموقف العربي. أنا أثق تماما في أن دول زي الأردن، زي الإمارات، زي البحرين، زي سوريا أيضا، الشعب السوري العظيم والقيادة السورية العظيمة، يعني دعني أيضا بالمناسبة أشيد بموقف القيادة السورية وبالشعب السوري الذي استطاع مقاومة المحتل التركي. كل هذه سوف تقف فضلا عن فرنسا، إيطاليا، قبرص، اليونان، بالطبع طبعا الدور الروسي. لكن أنا يعني لا أثق في بعض المواقف في دول عربية أخرى. طبعا يعني الكويت ليس لها موقف محدد حتى الآن، وهذا مستغرب رغم أن يعني الكل يعني كان هناك تعاطف عندما تم احتلال الكويت من العراق. أيضا سلطنة عمان المواقف متذبذبة. يعني بشكل عام الموقف الدولي داعم للشعب والجيش الليبي، اللهم إلا موقف هنا أو هناك. طبعا تونس بالقيادة السياسية تتفاهم تماما، وأثق في أن القيادة التونسية لكن وجود شخص زي راشد الغنوشي ربما يعني يشكل عامل ضغط، وأنا أثق في أنه لو تم إن شاء الله وسوف يتم الحسم في ليبيا سوف يتغير المشهد، ليس في ليبيا فحسب بل في تونس أيضا. يعني هناك اتجاه عام، جماعة الإخوان المسلمين كشفت من قبل جميع الأنظمة العربية، وتبين أن ما ترفعه من شعارات هي شعارات وهم وشعارات خداع، وأن ولاؤهم الأساسي ليس إلى دولهم وإنما ولاؤهم إلى تركيا وإلى المرشد وإلى المخابرات البريطانية. أتصور بهذه المناسبة يعني أن المحور، لا أثق في الموقف البريطاني خصوصا، يعني الموقف البريطاني لم يعطي رد حاسم وليس له موقف حاسم، بالعكس يعني ربما هو موقف أكثر من لحكومة الوفاق. لكن بشكل عام الموقف الدولي خاصة الموقف الفرنسي داعم جدا للجيش الليبي وداعم جدا للموقف المصري.
الموقف الإيطالي أيضا للأسف الشديد يعني موقف موالي بشكل أو آخر. معروف أن في طبعا في مصراتة مفرغة عسكرية للإيطاليين ومستشفى ميداني على ما أعتقد يعني ربما ما زالت موجودة أو تم إجلاؤها، ولكن في المجمل الموقف العام الدولي الموقف العربي وهو الأهم، يعني الموقف العربي هو الأهم، الموقف العربي على الأرض. اليوم الأردن أعلنت دعمها بشكل كامل لخطوات مصر سواء في ليبيا أو في ملف صد النهضة. يعني أرى أن الرئيس السيسي بحنكته السياسية استطاع جذب ربما يعني طبعا الأردن بالتحديد مواقفها واضحة جدا مع مصر، طبعا البحرين، الإمارات، يعني السعودية تقف قلبا وقالبا. منذ يومين كان هناك اتصال بين وزير الدفاع المصري ونائب وزير الدفاع السعودي، وأعلن تضامن الكامل مع الموقف المصري فيما يخص الملف سد النهضة وأيضا فيما يخص الملف الليبي. يعني السودان طبعا لها ظروفها الخاصة، وطبعا هي دولة يعني لسه في طور تشكيل سياسي، وبالتالي ربما تكون هناك متناقضة. يعني طبعا الموقف القطري معروف، طبعا موقف النهاردة كان وزير الدفاع التركي للحصول على التمويل، ابتزاز دولة للأسف الشديد تخضع لابتزاز الجميع، تخضع لابتزاز أمريكا وتخضع لابتزاز أوروبا وتخضع لابتزاز تركيا. تعطي اليوم سيد الفاضل بالمناسبة وكيل لجنة الدفاع والأمن قامت مجلس النواب المصري محمود محي الدين كشف النقاب على أن قطر وتركيا دفعتا أموالا لأثيوبيا من أجل عدم الموافقة النهضة. يعني إذن هناك موقف عدائي واضح من بعض الدول، وهذا غريب. إذن هناك معلومات تتحدث عن دفع أموال وتمويل لسد النهضة من قبل قطر وتركيا، أو ربما تدفع أموال للنظام في أثيوبيا لتصعيد لهجتها ضد القاهرة والخرطوم، وفي الوقت ذاته الإخوان المسلمين والداعمين لتركيا في ليبيا يتحدثون لماذا لا تذهب القاهرة إلى أثيوبيا ولماذا تأتي إلى ليبيا، وكأنه هناك تعويل من هذا الطرف ربما على انشغال القاهرة في سد النهضة مقابل تنامي دور تركيا والإخوان المسلمين للسيطرة واحتلال ليبيا. لكن يبدو الموقف المصري فاجأهم وبعثر أوراقهم ومخططاتها. سيدي عندما يقول مفتي تركيا أن من يزور مسجد آيا صوفيا يساوي نصف حجة وعمرة، ما هذا الكلام؟ هم يوظفون الدين، يوظفون الدين، الشيء ونقيده. الإخوان المسلمين جماعة جماعة صنيعة مخابرات البريطانية، جماعة كل كشفت النقاب على أنها مقدمة أو أنها مقدمة لهدم الدول العربية، أنها بتقوم بدور قذر. المواطن المصري الآن، المواطن العربي، وعى هذا الدور الخطير لهذه الجماعة ولفظها تماما، وتأكد سيدي أن الشعب المصري على قلب رجل واحد في دعم القيادة السياسية ودعم القوات المسلحة المصرية في أي خطوات تتخذها في ليبيا، وأن مصر استطاعت تجذب دول عديدة في العالم مثل فرنسا بالتحديد، طبعا فرنسا في الدول الغربية وقبرص واليونان. هناك أردوغان يسير نحو الهوية. أردوغان النهاردة محتل 47 كيلو متر من الأراضي العراقية ويجفف الأنهار، وله 60 نقطة عسكرية في العراق، وقال منذ سنوات أنه سوف يغادر العراق ولم يغادرها. هذا محتل الرجل. تركيا تحتل الوقت الإسكندرية منذ عشرات بل مئات السنين. تركيا هي من مهدت الطريق للاستعمار البريطاني في مصر والاستعمار الإيطالي في ليبيا والاستعمار الفرنسي في الجزائر، وبالتالي لا نتوقع خير لا من أردوغان لا من تركيا المدنية ولا من تركيا الإسلام. لكن يبدو أن الأتراك والإخوان المسلمين يتجهون لخوض معركتهم الأخيرة وفقا للظروف السياسية والعسكرية المتوفرة الآن. التحالف العربي المصري الكبير ضد الأتراك ومشروعهم في ليبيا، وتوقعات من كافة الضيوف أن ينتهي بتحرير ليبيا وهزيمة نكراء للإخوان المسلمين ليس في ليبيا فقط بل في المنطقة. أريد أن أختم مع الأستاذ نزار جليدي. أستاذ نزار هل أنت معي؟ أنا معك طبعا. أعتذر للإطالة. أريد أن أسألك عن الموقف الروسي، كثير يتحدث عن ضبابية موقف موسكو في الفترة الماضية، لكن إذا ما اندلعت المواجهة المعركة الكبرى في سرت أو في الجفرة، كيف تتوقع الدور الروسي؟
أنا لا أرى ضبابية في الموقف الروسي باعتبار من يمدك بالسلاح ومن يمدك بالمعلومات ومن ينزل معك على الأرض ومساند للجيش الوطني العربي الليبي لا يمكن أن يكون موقفه ضبابي، ولكن تعودنا من روسيا عادة لها دبلوماسية خاصة، لها مبدأ تقية في التعامل مع الملفات الكبرى، وجميعنا يعرف كيف سيرت الملف السوري وكيف دخلت على الخط، لأننا لا ننسى بأن ليبيا هي النقطة المضيئة في خط الحرير الذي تريده روسيا والصين. ربما لو سألتني عن الموقف الصيني من الموضوع الليبي قد أفاجئك ببعض المعلومات، أن هناك دعم لا محدود ولا مشروط من الصين للموقف الفرنسي، وهو تقريبا أول تقارب يقع في هذا الملف. الصين نفسها دخلت على الخط منذ يومين، وهناك الدبلوماسية الفرنسية طبعا دائما لها إدارات تعمل. الصين نفسها محتاجة إلى المنارة الليبية، لأن ليبيا هي منطقة العبور الحقيقية لإفريقيا، والصين تراهن على 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 ليبيا. والصين الصين وروسيا هما وجه لعملة واحدة. الروس في اعتقادي الآن لا يريدون أخطاء مثل أخطاء سوريا. الروس في اعتقادي يريدون تدخل، أن يكون تدخل جد موزون ومتزن جدا. دائما تتحدث عن الدبلوماسية، دائما تتحدث عن الاتفاقات السياسية، ولكن هم يريدون مكان في المشهد دون مكان في المشهد، لأن كثر الحديث في الفترة الأخيرة عن مؤسسات فاغنر وعن غير ذلك، وكل الإشاعات التي سوقها الإعلام الحمدين وسوقها الإعلام التركي. ولكن روسيا في اعتقادي هي من الورقات المهمة جدا في هذا الملف، موقفها واضح جدا، داعم ومتحرك عسكري للجيش الوطني الليبي. طيب هذا شيء إيجابي برأيك، الموقف أو الدور الروسي، والآن تؤكد دخول أيضا الموقف الصيني للاصطفاف خلف الدول التي تدعم ليبيا ضد تركيا. هل تعتقد أن هذا شيء إيجابي أم ربما سيستفز واشنطن وربما لندن أكثر؟ لا، كما قلت لك واشنطن تلعب دائما دور أن تربح مهما يكون الأمر، تريد أن تكون العنصر الرابح مهما يكون. الأمريكان هذه ثقافتهم وهذه سياستهم. الآن ليبيا لماذا كل هذا الاهتمام الدولي؟ ليبيا هي المنطقة الأكثر استراتيجية في العالم الآن، مع الطاقات الجديدة وعلى البحث عن طاقات العالم. ليبيا هي الخط الحقيقي، ليبيا هي خط التوازن بين ضفتي المتوسط وبين إفريقيا والغرب. يعني الجميع منكب على ليبيا ما عدا الوحيد الذي يريد أن يلعب دور بطولة درامية كالمسلسلات التي ينتجها سموم للعالم العربي هو أردوغان. البقية كلهم واقعيون بالتفكير السياسي، كلهم يفكرون في مصالح اقتصادية، كلهم يفكرون في أجيال أخرى من شعوبهم، الروس، الفرنسيين، الأمريكان والدول العربية نفسها. كل هذا الدول العربية الآن تأتي بمنطقة الحمية ومنطقة العرقية ومنطقة القومية، ولكن هناك استراتيجية الجزائر تعرف جيدا بأن ليبيا هي خط الأول الآن الذي فيه مرتع لكل الإرهابيين. الجزائر التي عاشت 10 سنوات سوداء من الإرهاب تعرف جيدا إذا ما بقى هؤلاء هناك في وسط ليبيا فإن الخراب سيأتي على الجزائر. في اعتقادي أن كل المواقف مبنية على مصالح، المواقف العربية مبنية على المصلحة وعلى الحمية الشعبية وعلى الحمية القومية. الصين تدخل هذا لن يسر الأمريكان، لأنهم يعرفوا الأمريكان نفسهم أنهم مهزومون في المنطقة، في منطقة المغرب العربي بالذات، ليبيا والجزائر وتونس. صورة الأمريكان جد مهتزة، لأن الأمريكان هم بشروا بربيع الخراب، وربيع الخراب لم ننل منه سوى المد الإخواني في تونس وكذلك ما وقع في ليبيا. الجزائر الوحيدة التي لحد هذه اللحظة يعني تماسكت رغم كل شيء، الجزائر متماسكة. الخط الإخواني نعرف جيدا يؤثر اليوم على الموقف المغربي، لا أحد يتكلم عن المغرب، ولكن الموقف المغربي ما زال جد مهزوز من القضية الليبية منذ مؤتمر الصخيرات الذي لم يرى النور فيما بعد. ظل الموقف المغربي جد مهتز. المغرب الموريتاني ما زال صامت. هذه الدول الجوار، لأن حلول ليبيا واضحة جدا، حلول ليبيا هي في دول الجوار أولا، المد العربي الخارجي ثانيا، المد الغربي ثالثا، لأن كل هذه حلقة متكاملة، لأن ليبيا منطقة وسط. ليبيا هي من تتحكم في مصير أوروبا. ليبيا لو غدا تمر كل هذه القوافل الهجرة غير شرعية فأمن أوروبا هو المهدد. الأوروبيين يفكرون بهذه الطريقة،
الدولة العميقة في فرنسا. اليوم الدولة العميقة تتحدث عن الموضوع الليبي بشكل يومي لدى الشعب الفرنسي حتى تجمع تأييد شعبي كبير جدا. الفرنسي تسألهم اليوم عن الموقف الليبي يقول لك يجيبك المواطن الفرنسي مباشرة هذا استعمار تركي لليبيا. لماذا لا يحل الليبيون مشاكلهم بنفسهم؟ لماذا تركيا تتدخل هناك؟ هذا الموقف الشعبي. هكذا هم دولهم تشتغل بهذه الطريقة ميكانيزية الميكانيزم. يعني هناك تسلسل في الإدارة كما عند الأمريكان. الدولة العميقة الأمريكية تريد من الملف الليبي فقط الجانب الاقتصادي. في المجمل منذ قليل سمعت أحد المتدخلين يتكلم عن تونس. في الحقيقة ولن يكون هناك أمل حتى بعد القضاء على الإخوان في ليبيا إلا بهدوء تونس. تونس وليبيا جسم واحد لا يتجزأ. الأمن التونسي والأمن الليبي، حياة الليبيين وحياة التونسيين هي حياة مشتركة. مصر علاقتها بليبيا أكثر شعبيا ممكن، ولكن أكثر يعني جذورها قبلية وعائلية وكذا، ولكن تونس هي المنطقة الأكثر جوار، المنطقة الأكثر تبادل، المنطقة الأكثر يعني تعامل. القرار السياسي في تونس مؤثر جدا في الميدان الليبي، والميدان الليبي مؤثر جدا. نحن اليوم في تونس لا نفكر سوى في فرار هؤلاء الى 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 الى, إلى, إلى تونس. ونحن في تونس عندنا مشكل حقيقي الان ان عندنا قياده سياسيه عكس مصر. القياده المصريه قياده واضحه، تونس القياده مشوشه، قياده بثلاث رؤوس. الى حد هذه اللحظه هناك تذبذب في المواقف، ولكن شعبيا وهذا مهم جدا. السند الذي سيكون لمصر حال تدخلها سيكون السند الشعبي التونسي من الجهة الأخرى. أنك دائما عندما تدخل حرب معينة عليك أن تكون مؤمن من الجهتين، من الجنوب والشمال. مصر إن دخلت سيكون لها تأييد شعبي من شعبها من حدود السلوم، ولكن هي محتاجة إلى مد شعبي من تونس، وهذا المد الشعبي الآن حسم فيه الأمر. هذا مربط الفرس. مربط الفرس أن المعركة القادمة لن تكون بجنود أتراك، ستكون بهؤلاء المرتزقة. محرقتهم هناك، نهاية الإخوان هناك، ولكن كل تفكير الآن في ظل التجاذبات الدولية والمواقف الدولية في المشهد الليبي كيف سيكون مستقبل ليبيا. نحن جميعا نريد أن نؤسس لليبيا الدولة الليبيا، الإدارة الليبيا. بالتأكيد يا أستاذ نزار سيكون معك لقاءات أخرى في الأيام القادمة لمتابعة هذا الحديث والغوص أكثر في تفاصيله، لكن اسمح لي فقط أريد أن أفتح كلمات ختامية للدكتور عبد السلام شقير والأستاذ أمجد طه. أبدأ معك كلمة في الختام دكتور عبد السلام لو سمحت لي. في الختام أريد أن أؤكد من جديد كون ليبيا والشعب الليبي والجيش الليبي والقبائل الليبية لها كما قال زميلي كل الدعم من الشعب التونسي الشقيق، كل الدعم من الشعب المصري، وهذا أكدته الحكومة المصرية وجيشت وحشدت الشارع المصري أيضا الذي آمن بالقضية الليبية والذي هو جنبا إلى جنب إلى جانب القضية الليبية وإلى جانب أخوان الليبيين. أيضا في تونس أريد أن أؤكد أن هذا الأمر حسم بالنسبة للتونسيين، يعني يمكن أن أؤكد أن أكثر من 90% من الشعب التونسي ومن الشارع التونسي مؤيد للقضية الليبية، مؤيد لإخوان الليبيين، ويتبرأ أيضا من التونسيين من أصحاب الجنسية التونسية الإرهابيين العائدين من سوريا الذين أعادتهم تركيا للقتال في ليبيا، ويتبرأ منهم كل التبرأ، وهذا يتحمل مسؤوليته حركة الإخوان المسلمين التي سفرتهم إلى سوريا في البداية ثم تريد إعادتهم إلى ليبيا. وهذا أؤكد لك أيضا أن كل ما يحدث الآن وكل ما تقوم به تركيا الآن أو قبل سنوات هو طبعا من إلهام المفكر الكبير راشد الغنوشي، بالنسبة ملهم جماعة الإخوان المسلمين وثاني قيادي على مستوى العالم في هذا التنظيم الإرهابي الخطير، والذي أؤكد أيضا أنه إلى زوال قريب في تونس. هم يتخبطون الآن، هم يتخبطون من الداخل ومن الخارج في تونس، انشقاقات كبيرة في مستوى حزبهم داخليا طبعا لا تظهر للعيان كما يجب، إلا أن هنالك انشقاقات كبرى داخل حركة الإخوان المسلمين فرع تونس، وهنالك رفض ونبوذ شعبي، يعني هم منبوذين أصبحوا شعبيا في تونس. نعم. وأصبحوا منبوذين من النخبة التونسية، من الأطراف السياسية، من مختلف الأطراف السياسية في تونس. طيب مرة أخرى إليك أستاذ أمجد، أعتذر سهرناك معنا، كلمة في الختام وأن تقاوم النعاس.
أبد يعطيك العافية. أبدا زميلنا من باريس كان يقول على أن أردوغان يريد أن يكون أحد أبطال المسلسلات التركية تحديدا، ونقول ولما لا. أما بالنسبة للليبيون سيصنعون له فيلم مرعب مرعب جدا. صحيح الليبيين ليسوا أبطال يعني في التمثيل تحديدا، لا يجدون التمثيل لأنهم ناس ما يحبون التمثيل، يحبون الحق والحق. صح لا يجدون التمثيل، ولكن الليبيين معروفين جدا في كتابة سيناريو رائع للنهائيات. نهائي وحلقة نهائية ستكون كاتبها أبناء ليبيا، ونقول للجميع أمة فيها شعب مثل شعب ليبيا لن تهزم، لن تهزم أمة فيها شعب مثل شعب ليبيا العظيم. شكرا جزيلا لك الأستاذ أمجد طه، الرئيس الإقليمي للمركز البريطاني للدراسات وأبحاث الشرق الأوسط. أشكر الدكتور عبد السلام شقير الإعلامي التونسي، أشكر أيضا الأستاذ نزار جليدي الصحفي التونسي الذي حدثني من باريس، كما أشكر ضيفي من القاهرة الصحفي المصري الأستاذ ناصر حاتم. مشاهدينا، إذا نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم من الحدث. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحيات معدي أحمد سالم، تحياتي أحمد دقمات.